أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة الوطن في كل مكان. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محور التعمير في محافظة الأسكندرية، وده الحقيقة المحور من الحاجات اللي الواحد لما بيشوفها بيحس قد إيه الدولة المصرية شغالة بكل جهد، وده نقدر نشوفه على أرض الواقع. النهاردة كمان من الحاجات الحلوة اللي حصلت وهو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشيخ المهندسين وهو الدكتور عبد السلام سالم، وده الحقيقة من الحاجات الحلوة، وهو الاستشاري المشرف على تنفيذ مشروع أبو ذكري في محافظة الأسكندرية. كمان كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندسة ليلى فؤاد أبو ذكري وهي ابنة المشير فؤاد أبو ذكري. عشان نعرف مين الشخصيات اللي كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتعرف عليهم أكتر، تعالوا نقول لكم هم مين. أولا هو المهندس عبد السلام سالم، واللي بيقولوا له هو شيخ المهندسين، واحنا طبعا عارفين إن شيخ المهندسين دي ما بتتقالش غير لما يكون الشخص متمكن وشاطر جدا في مجال عمله. وكمان ده اللي قاله هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له نصا: بنرحب بيك يا دكتور عبد السلام وسعداء بالجهد اللي شاركت بيه وانك حطيت ثقل كبير قوي، وهو عبارة عن السمعة الكبيرة والخبرة والعلم الكبير علشان يقدر ان هو يخرج هذا المشروع بالشكل ده، وبشكرك وبتمنى لك الصحة. الرئيس قال كمان ان من سنة ونص تقريبا دار نقاش على ان بناء الطرق على البحيرات هيسبب مشكلة كبيرة جدا، ووقتها جرى تكليف الدكتور عبد السلام سالم بالإشراف على المشروع الكبير، وده علشان الدولة تقدر تضمن خروج المسار الفني والهندسي له بشكل كبير ومعايير مطابقة للي احنا عايزينها بالظبط. أما الشخصية الثانية اللي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو المشير فؤاد أبو ذكري، وهو اللي قدر يدمر أكبر مدمرة بحرية بإسرائيل وهي المدمرة إيلات. هي أكبر قطعة بحرية في تل أبيب، فيها 100 بحار من طلبة كلية البحرية، وتولى قيادتها القوات، تولت طبعا قيادة القوات البحرية بعد حرب 67. كمان شارك المشير أبو ذكري في حرب 73، قدر كمان إن هو يسيطر على مضيق باب المندب وغلق ومنع مرور السفن البحرية الإسرائيلية. المشير هو أول ضابط قوات بحرية حصل على رتبة مشير في التاريخ القوات المسلحة المصرية، والنهاردة تسلمت تكريم بنته المهندسة ليلى فؤاد أبو ذكري، واللي قالت أثناء تكريمها إن والدها كان ليه الشرف العظيم إن هو يكون بطل وقائد من أبطال حرب 73، حرب أكتوبر، وإنه بعد مرور 50 سنة تم تكريم والدها بشكل عظيم جدا من قبل الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. قالت كمان ليلى أثناء تكريمها وصية من والدتها المتوفية من شهر، وهي تبليغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتنانها الشديد على قدر وتكريم والدها. قالت كمان إنها كان نفسها والدتها تكون موجودة لأنها كانت أول واحدة تتلقى خبر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق اسم والدها على محور التعمير الجديد. تعالوا نقول لكم نبذة مختصرة عن محور المشير أبو ذكري وإيه اللي هيوفره من وقت في محافظة الأسكندرية. المحور ده اتعمل بعرض 18 حارة مرورية، وبيخدم المواطنين وبيختصر وقت وزمن وصول من محرم بك لبرج العرب في 20 دقيقة بالظبط، بعد ما كانت المسافة في حوالي ساعة أو ساعة ونص تقريبا، إلى جانب مساهمته في تخفيف الحركة المرورية. الطريق يوجد عليه محاور عرضية لخدمة أهالي مدينة الأسكندرية، وتنفيذ أعمال الطريق تمت عبر مرور المحور داخل ملاحات استلزمت هذه الملاحات ردم ملايين الأمطار المكعبة، وتمثلت الأزمة الحقيقية في ضعف تماسك التربة الطينية اللي كانت موجودة اللي تم ردمها بالرمال عشان يقدروا إنهم يحلوا المشكلة دي طبعا. ومسارات المحور كانت بها كتير من العشوائية الخاصة بظروف التربة واختلاف طبيعتها وقوامها، اللي هي ان هي تقدر تحمل المحور اللي تم فيها، الى جانب طبعا اختلاف العمق. كمان انشاء المحور استلزم انشاء 160 عمود رمل بطول 2.4 مليون متر طولي وبقطر 45 سنتيمتر رمل. وبكده اعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة الوطن في كل مكان نكون وصلنا معاكم في نهايه نشرتنا الاخباريه. شكرا جدا في متابعات اخباريه جديده.